المرأة ما بتنفتن بالرجل. هذا الكلام كان لأغلبية بالفيديو، وأنا هون بوقت تفكرت بأنه ما معقول في كتير لهي الدرجة رجال ما بتفهم على النساء. ليش المرأة لحتى ما تنفتن؟ شو معنات أنه المرأة تنفتن؟ هذا معناها أنه هي تعجب فيه وتروح تحكي معه؟ لا، نحن عم نقول تنفتن يعني مرأة تشوف صورة. نحن اليوم بزمن السوشيال ميديا، ونحن كنا عم نحكي عن السوشيال ميديا بأنه في كتير بيطلع بيحكي، وحتى هو هذا الحكي يلي عم يحكي فيه ما بيطبقه مع زوجته أو مع شريكته بالحياة، بس ليغري النساء بكلامه المعسول ويجذبها بأنه أنا هيك بتعامل معك لو كنت زوجته، يعني للمرأة بشكل عام. أو يعرض جسمه بطريقة أو بنفس الوقت شكله يكون جذاب للمرأة. هذا اللي نحن عم نحكي فيه، مش أي شخص اليوم رايح على عمله معناها عم يجذب المرأة. ويمكن أكيد الرجل بينفتن بالمرأة كيف ما كانت، يمكن النسبة تكون أكبر، فتنة المرأة أكبر بكتير وهي اللي نحن متعارف عليها، ولكن هذا لا يعني بأنه الرجل ما له فتنة. فتني بمعنى أنه يضب حاله مثل المرأة، يضب حاله مش معناها يتحجب مثل ما البعض حكى بالفيديو، لا، بس هو فتني مثل ما المرأة، مثل ما الرجل عنده نظر، المرأة عندها نظر وعندها مشاعر وعندها أحاسيس. ليش لحتى تسمع فيديو عم يحكي فيه كيف ممكن يعامل زوجته أو شريكة حياته، أو ما بيصير هيك الزوج يتعامل، أو هو وسيم أو ما شابه، هي ما يتحرك عندها شيء؟ ليش؟ بلا قلب بلا إحساس. ما هو المتعارف عليه أنه المرأة هي كل العاطفة عندها، حساسة عاطفية، فمعناها بيتحركوا مشاعرها. ليش لحتى ما يتحركوا مشاعرها؟ هذا لا يعني بأنه أي مرأة هيك، بس في هيك نساء ولا ما في؟ بالنهاية مش كل النساء حتى قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، في كتير نساء شيطانة قوي، ما بتصلي، ما قريبة من رب العالمين، فبيوسوس للشيطان، لأنه هاي بالتأكيد وساوس الشيطان يلي هي أساسا بتروح فيها للغلط، أو حتى بتفكر فيها بطريقة غلط. هاي سواء كانت موجودة عند الرجل أو عند المرأة هي غلط. يعني اليوم لما المرأة بتكون موجودة على السوشيال ميديا بكامل احترامها وبحجابها وما إلى ذلك، والرجل هو داخل حسابها، شو بيكون؟ بيكون هو الذنب عليه، ما بيكون الذنب عليها. هي طالعة بكامل احترامها وعم تقدم نصائح، انت ليش داخل حسابها؟ الذنب ذنبك انت اللي ما غضيت بصرك، وهي نفس الشيء لازم تغض بصرها في حال كانت هي بالفعل هذا الرجل ما عم بيقدم نصيحة وبس عم يفتن النساء. بينما إذا عم يقدم نصيحة وهي بالأساس نصيحة نوعا ما مهمة بتربية الأطفال، بعلاقتها مع زوجها، بشيء يعني ديني بالدين، فهي حتى ما رح يروح تفكيرها لبعيد، لأن هي مرأة ملتزمة ما عم تتابع غير هذا النوع من الفيديوهات أو هذا النوع من الصور. بينما في نساء هي بتدور على فيديوهات أخرى وبتدور على صور أخرى، وطبعا هذا الحكي لا ينطبق على كثير من الحالات ولكنها موجودة بالمجتمع.